بعدها فيكم، شكركم على حضوركم في خصوص مسؤولية الصلاة. هلا بداية أول شيء نحن مثل ما بتعرفوا كان عندنا مفاجأة الأولى إنه نبلش مشروع إيكولوجيا هاكر سبيس. في مفاجأة ثانية، بتحبوا نعلن عنها هلا ولا نأجلها؟ نأجلها. هلا قبل ما نحكي بالإيكولوجيا هاكر سبيس، بحاول نحكي بشكل سريع عن التطور شوي تجربة إيكولوجيا، وين كنا وليش وصلنا لموضوع هاكر سبيس. هلا البداية نحن أول ما بلشنا تقريباً من شي سنتين كنا عم نطلع على ظواهر وأمور ومشاريع كتير كبيرة عم تطلع هلا عم تعتمد على الثقافة التشاركية، عم تعتمد على الأوبن سورس، عم تعتمد على التقنيات الجديدة مثل الإنترنت. فنحن طبعاً نظرنا لها، كان هدفنا الأساسي إنه نظرنا إنه هاي الأمور كتير أشياء عظيمة وعم تخلينا نقدر نحن فعلاً نحقق أمور ما كنا نتصور إنه نقدر نحققها. يعني كمثال انه نحن عم نبني نظام تحليلي كثير كبير او عم نبني موسوعه، عم نبنيها باستخدام طرق جديده بالاعتماد على امور ربما كانت كثير صعبه فيما قبل. فكان هدفنا الاساسي انه نحن نقنع العالم ونشرح للعالم هي الامور، واملنا انه يستفيدوا العالم منها وفعلا يبنوا ويغيروا طريقه تفكيرهم ويبنوا مشاريعهم واعمالهم عليها. فطبعا نظرنا انه ليش نحن ما عم نستفيد؟ ليش الدول الاخرى والمجتمعات الاخرى عم تستفيد ونحن ما عم نستفيد؟ فنحن بالبدايه فكرنا انه العائق هو عائق فكري، انه العالم ما لها مقتنعه بالويكيبيديا او ما لها مقتنعه انه التشارك ممكن يفيدها او الى اخره. لذلك نحن بلشنا بالخطوه الاولى هي انه نحاول نحكي النظريات والبحوث ونحاول نغطي الكتب والافكار الجديده اللي عم تحاول تحلل الظواهر الجديده اللي انبثقت عن الاوبن سورس والتشاركيه. بالحقيقه يعني حققنا نوعا ما كثير نجاح كثير كبير لانه غطينا افكار لاول ما بتتغطى باللغه العربيه وانكتب عنها لاول ما بتنكتب باللغه العربيه. طبعا لكن رغم ذلك نحن كنا مفكرين انه بمجرد انه العالم تدرك الامور والافكار النظريه حتقتنع وحتشتغل وحتغير العالم، لكن اكتشفنا انه لا، نحن بحاجه العالم بحاجه اكثر انه نحن نفوت بامور تطبيقيه اكثر لحتى تقتنع اكثر وتحس باهميه الشيء اللي هي عم تفوت فيه. او عم تحس باهميه او انه الشيء اللي نحن عم نحكي عنه له صله بحياتها او بواقعها، مو بس مجرد حكي نظري بعيد عنه. فهون فعلا حقيقه انتقلنا لموضوع انه نحكي عن تطبيقات الاوبن سورس التشاركيه بالمجالات المختلفه، التعليم، حكينا عن الهاردوير، حكينا طبعا على مجال المعلومات والويب تول والمدونات والمنصات التشاركيه وكيف عم تقدر تحل مشاكل كثير كبيره باستخدامها. كان طبعا حتى عن مجال الطب وكل المجالات تقريبا بنحاول نغطيها. وبالحقيقه كان هذا الشيء له اثر كثير كبير في انه تنتشر الافكار اكثر واكثر، وانه العالم تبلش تاخذ هاي الامور بمحمل جديه. بالاضافه الى شيء مهم ثاني، بالاضافه انه ركزنا على الامور التطبيقيه، كان في شيء مهم اخر هو انه خليني اسميها الصلصه السحريه للويكولوجيا، واللي هي انه نحن نعتمد على اشخاص من المجتمع نفسه لهن يتبنوا الفكره هن المشروع. يعني نحن ما حنستفيد شيء لما نجيب خبراء هي الافكار وهن يجوا يقدموها وخلص ما بتنحل المشكله. اصلا كثير خبراء، يعني في خبراء يعني ريتشارد ستولمان نفسه اجى على سوريا من شيء ما بعرف متى بالضبط، يعني شيء 10 سنين تقريبا او اقل. بالنهايه ما بيفيد شيء، انت الخبراء كلهم حتى لو هن ما عندهم وقت يجوا لهون ويفكروا ويحلوا المشاكل. بالنهايه حتى نقدر فعلا نطبق هي الافكار نحن بحاجه ناس من المجتمع نفسه هن يؤمنوا فيها وهن ينشروها وهن يتبنوها وهن يدرسوا واقعهم، لانه هن اكثر ناس بيقدروا يشوفوا يحللوا واقعهم ويدركوا شو هي الافكار اللي نحن بحاجه لها وامور اخرى اللي نحن ما لنا بحاجه لها. هن فالعبره هن فيهم. وبالاضافه لهيك نحن اصلا الخبراء كلهم هلا موجودين على الانترنت ونحن صار فينا نضرب كل شيء هن عم يشتغلوا وكل نتائج هن عم توصلوا له، فنوعا ما صار العائق لسه اسهل واسهل. طبعا فصار في كثير انشطه على مدى السنه الماضيه. الحقيقه انا كان بالاضافه لنجاحنا في انه نصير تساؤلات واسئله كثير كبيره. يعني بالبدايه انت كنت بتقول انه اوبن سورس او تشاركيه او ويكي او الى اخره او لينكس، فانه العالم قلت لك شو هذا اصلا عم تحكي عنه. فصار في نجاح نسبي انه العالم بلشت تتساءل، يعني بلش العالم يتساءل انه نحن بحاجه لدكاتره ولا لا، مثلا بالطب بالكليه الطب مثلا. كل كليه صار في عندنا
نقاشات وإعادة مسائلة للأمور التقليدية اللي كنا نفكر فيها. مثلاً بالكلية معلومات صرنا نفكر إنه طرق التفكير القديمة بالهندسة البرمجيات نرجع نعيد المسائل فيها. نفس الشيء بالكليات الهمك. فنحن نوعاً ما صار في إثارة للأسئلة. كنا انتقلنا من مرحلة إنه نحن ما بنعرف شيء لمرحلة إنه صرنا عم نتناقش حول هاي الموضوع. طبعاً وصل بالنهاية الموضوع لمرحلة إنه صار في تبني، صار في ناس عم تتبنى هاي المواضيع بمجالاتها. لكن نفس الوقت بالإضافة لهذا النجاح كان في نجاح آخر، إنه ما بعرف مين منكم بعاصر نكتة إنه راح نص عمري، مين كان أيامه؟ فالفكرة إنه نجحنا نوعا ما بإنشاء هذا الجو الندي، إنه كان بعد كل محاضرة من محاضرات الكلية إنه راح نص عمري وانه انت بدنا ننزل الفيديوهات والى اخره، في حين انه هاي المحاضره معطيها شخص مثلك. انت ليش متحمس لهالدرجه لمحاضره شخص مثلك في حين انه انت عم تترك محاضرات الجامعه وطيبا؟ فصار هذا الجو الندي، وكمان جو المبادره تبع انه انت بتكون عم تحضر اول مره، بعد اربع خمس محاضرات بتلاقي حالك غير عم تقدم تصير محاضر، بتلاقي حالك تورطت بطريقه او فكان بالإضافة لنجاحنا بنشر الأفكار خلينا نقول، كان في نوعا ما جو إيجابي، جو كتير جميل. بس نفس الوقت إحنا كنا عم ننظر لهذا الأمر بسرور، لكن ما كان هذا الشيء هو كل طموحنا بالحياة، كان طموحنا أكثر من ذلك. هلا اللي بلخص الموقف اللي الإيجابيات والسلبيات من الموقف التالي اللي وقعت فيه، هو إنه كنت ماشي بأمان الله بالطريق، بيجي واحد بيسلم علي بيقول لي أنت فلان فلاني من الكيلولوجيا، أنتوا عم تشتغلوا أفكار رائعة كتير وحلوة كتير وإلى آخره، كيف فيني أشتغل معكم؟ أنا طلعت هيك ما بعرف كيف بدي أقول لك، بس لازم ترجع تشتغل، لازم ترجع تتعامل مع الناس الآخرين. فانتقلنا من مرحلة إنه بنقعد ساعة بنناقش عالم الأوبن سورس منيح ولا لا، لمرحلة إنه الأوبن سورس منيح بس كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نبلش؟ شلون بدنا ننجز؟ شلون بدنا نطلع شيء؟ شلون بدنا نحكي؟ طبعا هذا كان ايجابي، هذا كان الموقف ايجابي. في موقف ثاني، طبعا هذا الموقف يمثل في احد التعليقات يمثل الايجابيه المفرطه بالاقبال على الكيلوجيا، انه الجمعيه رايحين كيلوجيين بملايين. لكن نفس الوقت التعليق اللي بعده بيلخص الاشكاليه اللي كنا عم نشعر فيها، اللي هو انه عن جد صراحة شو هالإنجازات اللي هلا طلعت؟ على الفكرة إنه هو فعلاً في إنجازات، بس مو هون النقطة. نحن أصلاً لما بلشنا كيلوجيا كلها بحد ذاتها، نحن كان فكرنا الأساسي إنه ليش كل واحد يقعد يشتغل لحاله؟ يعني نحن شايفين إنه هذا الأوبن سورس شغلة حلوة ومنيحة، نحن ليش لنقعد كل واحد يشتغل لحاله ويستنى ليفشل لحاله وبعدين بعد شي 10 سنين ينتقى كل واحد يحكي قصة فشل؟ ليش ما من هلا نحن كلنا نشتغل سوا ونتشارك خبراتنا؟ كل ما واحد يوقع يكون في مجتمع عم يسانده يحاول يخليه يرجع على الطريق. فليش نحن ما كل واحد ليش ما كنا نشتغل سوا ويطلع معنا انجازات سوا؟ فنحن كنا اصلا عم نفكر فيه، مو انه نحن بدنا انجاز ونعرضه على العالم، مو انه نحن عنا انجاز مسبق بدنا نعرضه على العالم، لا، نحن عنا رغبه انه يكون مجتمع ومنصه عم نشتغل سوا وعم نشتغل على انجازات. فبالتالي نحن اول شيء هون كنا فعلا متحفزين انه انجازاتنا الفرديه اللي كانت كثير من اعضاء الكيلوجيا قدما عم يشتغلوا عليها انه تصير تتسرع لحتى فعلا الناس لسه تقتنع اكثر واكثر. بس بنفس الوقت نحن ما كان بس هذا طموحنا، نحن كان طموحنا انه لا، نحن كلنا بدنا نشتغل، مو انت بدك يعني مو انا بدي اسوي انجاز مشان يقنعك مشان انت تروح تشتغل لحالك، لا، نحن كلنا بدنا نشتغل سوا ونتعامل سوا ونتشارك افكارنا سوا ونتشارك خبراتنا. طبعا كان هذا امر فيه مشكله لانه شغله صعبه، ما كان شغله سهله، خصوصا بعد ما صار مجتمع وكيلوجيا كثير كبير. الحقيقه هون بالضبط شعرنا باهميه فكره الهاكر سبيس. هلا اول شيء ممكن واحد يتساءل انه يعني ممكن واحد يتساءل اللي وراء انه شلون انتم بدكم تتعاونوا مع المخترقين والخبراء، شو علاقتهم بالكيلوجيا؟ هلا الفكره انه الهاكر سبيس هو مو مخترق، ما له علاقه بالمخترقين، اكيد نحن ما رح نعتمد على المخترقين مشان نحل مشاكل الكيلوجيا، لا، نحن قصدنا الهاكر هو في بدنا نميز بين كلمه هاكر وبين كراكر. كراكر هو شخص فعلا هذا الشخص السيء اللي بده يخترق حسابات الاخرين وبده يسرق مصاريهم الى اخره، لكن الهاكر هو من فعل هاك. فعل هاك هو انه انت
تاخذ شغله تغيرها باحسن ما عندها لتخدم فكره معينه وتعدلها، وبعدين ترجع تشاركها مع ناس اخرين تفرح فيهم. هلا اللي بيعرف الاوبن سورس بيعرف انه هذا، هي طبعا هي ثقافه، هي ثقافه اسمها في مقاله على الانترنت كثير مشهوره اذا كنت تطلع عليها، كيف تصبح هاكر او هاو تو بيكم هاكر. فهي رمز طبعا هي الثقافه، طبعا هي الثقافه كثير مرتبطه بالاوبن سورس وكثير مرتبطه بالايجابيه والمبادره والمشاركه وانه اشتغل بايدي وما استنى الاخرين وما اقتنع بالامور المفروضه. تمام؟ فالهاكر سبيس هو مكان مشان هدول الناس، هي مساحات عامه، هي عباره عن اماكن بيجي فيها الناس المفروض هن هاكرز بيجوا بيشتغلوا على مشاريع، بيتعلموا مع بعضهم، بيتشاركوا خبراتهم. اوكي. طبعا احد ابرز اقدم الامثله هي بلشت الحركه بالمانيا، كان احد الامثله هو كان هاكر سبيس فيجرز. الفكره الاساسيه تبعته انه في عندك انت مكان فيه تجهيزات، فيه انترنت، طبعا هذا الشيء هلا صار اسهل، بس كان فيه انترنت، فيه تجهيزات الكترونيه، فيه كل شيء بخطر على بالك، كل شيء بيساعدك، وانت فيك بكل بساطه تيجي تبادر، بتحب تعطي محاضره، انت فيك تيجي تعطي محاضره، بتحب تشتغل على مشروع، انت بتيجي بتشتغل على مشروع مع الناس اللي انت بتقرره. وانتشرت الحقيقه الحركه هي خلال هالثلاث اربع سنين، يعني بس هالثلاث اربع سنين صار في عندنا شيء اكثر من 1000 هاكر سبيس بالعالم. هلا اللي بيميز الهاكر سبيس هو حقيقه، اذا مشان نحكي انه يعني شو بيميز الهاكر سبيس عن مثلا جامعه او نظام تدريبي او معهد او مدرسه، هن بحقيقه ثلاث شغلات. اول شيء انه بالهاكر سبيس ما في طاقم تدريسي، ما في طاقم طلاب، لا انت ممكن تكون طالب، ممكن تكون استاذ باي لحظه، يعني انت ممكن بلحظه انت تكون عم تقدم شيء، بلحظه ثانيه انت بتكون عم تاخذ من شيء اخر. فانت تخيل جامعه بدون اساتذه وكل هن بدرسوا بعضهم، فانت هذا كثير له انعكاس مهم، لانه انت لما عم تدرس معناتها عم تدرس لانه انت شغله بتحبها، مو لانه انت مفروض عليك تدرسها. بنفس الوقت انت لما عم تدرس شغله مو لانه هي موجوده بالمقرر تبعك، انت عم تدرسها لانه انت فعلا في حاجه لها. هذا اول فرق. ثاني فرق هو انه ما في علامات ولا في شهادات. فالفكره انه انت معناتها ليش عم تتعلم؟ الفكره انه انت عم يصير تعلم فعلا لانه انت عندك رغبه حقيقيه، انت بدك تبني مشروع، انت بدك تغير مجتمعك، انت بدك تغير جزء من واقعك، فانت فعلا عم تشعر بحاجه معينه، عم تيجي تتعلم انت لانك حابب. تمام؟ ونفس الشيء بالنسبه للي عم يدرس، هو فعلا عم يشعر انه هو بحاجه انه يعلم هدول الناس، وعنده رغبه كثير كبيره انه يعلم هدول الناس، اللي هن بالنهايه ناس مثلهم. الشغله الثالثه انه ما في مقررات. فمعناته وين بينبنى المحتوى؟ وين بينبنى المقرر؟ شلون الناس تتعلم؟ الفكره مثل ما قلنا انه الهاكر سبيس كثير مرتبط بثقافه الاوبن سورس، كثير مرتبط بالانترنت، فكثير عالم هي بتعتمد بشكل اساسي على انه انت من الانترنت تاخذ المحتوى المفتوح والتجارب السابقين اللي سبقوك ضمن هذا المجال، وانت ترجع تقدمها بطريقه متناسبه مع الواقع الموجود حولك. يعني انت مو الهاكر سبيس مو هو مثل مركز تدريبي جاي تخبط لزق مع مقررات واساتذه ومناهج ومقررات جاهزين، لا انت قدامك الفضاء الواسع اللي هو الانترنت كامل موجود قدامك حتى انت ترجع تغير هذا الشيء بما يتوافق مع الواقع اللي انت عم تواجهه والشيء اللي انت بحاجه له. فيعني باختصار الهاكر سبيس هو جامعه بدون اساتذه ولا طلاب ولا مناهج ولا مقررات. وهذا الحقيقه ممكن واحد يقول انه يعني ليش هيك؟ يعني شو هالفكره الجنونيه؟ او ليش نحن عم نفكر بهالطريقه؟ هيك بس لانه نكره الجامعه او شيء؟ لا، او نحن بدنا نستبدل الجامعه، لا، الهاكر سبيس مو هدفنا انه نحن نستبدل الجامعه او انه عداء للجامعه او عداء لطريقه التعليم، نظام التعليم التقليدي، بمقدار ما هي الفكره انه هذا الهاكر سبيس نحن بحاجه له لحتى ندرس الشغلات اللي لها علاقه بالاوبن سورس. يعني انا ابرز مثال بقوله انه موضوع الاردوينو مثلا. فانت مثلا مثل هيك شيء صار جديد كثير طلع بالعالم، فانه انت اذا بدك تنتظر مراكز البحث العلمي او لحتى تقرر انه هي والله لازم نعلمها مثلا، او تستنى الجامعه لحتى تقرر انه هي نحن لازم نعلمها، فهذا الوقت بياخذ كثير وقت. وثاني شيء اذا هي مثلا فرضا قرر هذا المركز انه بده يعطي هذا الموضوع مثلا، شلون بده يعطي؟ بيقول والله بدي اجيب خبراء، بدي اجيب ناس معهم شهاده بالاردوينو مثلا. اذا قدرت تجيب عالم اهلا وسهلا.
فشغلات وثاني شيء حتى لو عمل بده يقعد يبني مقرر وهالمقرر لكل 10 سنين لا يتغير. شغلات الاوبن سورس كثير متطوره وكثير صعب ابدا انه نحن نقدر ندرس الاوبن سورس او نحققه وندخل يعني ادخله فعلا لمجتمعنا باستخدام النظام التعليمي التقليدي. لذلك الهاكر سبيس كثير مهم، مو بس مجرد جكارة بالنظام التعليمي التقليدي اللي هو للاسف كثير عم يفشلنا بمقدار ما هو عم يسد حاجه فعلا نحن بحاجه لها. وابرز مثال فعلا ابرز اظهر انه نحن فعلا بحاجه للهاكر سبيس هو مؤخرا صار معنا هو موضوع الاردوينو. طبعا هي الصوره، حدا بيعرف صوره شو هي؟ انس دوينو. هلا هي شاب اسمه انس هو صنع الاردوينو بعد عده محاولات لشباب اخرين صنعوا الاردوينو. الفكره وين هي؟ انه نحن لما بلشنا موضوع الاردوينو انه بلشنا بشكل كثير عفوي. اول شيء انه قلنا لازم تجيب اردوينو، جاب واحد اردوينو، بعدين قدرنا نجيب مجموعه ثانيه من الاردوينو، بعدين قررنا انه والله ما بيمشي الحال بس نجيب اردوينو، لازم فعلا نقدر نصنعه. فالعالم تعاملت بين بعضها وكان في بين ايديها زمان مبادره وقدرت تصنع هذا الاردوينو. بلشوا يعلموا بعضهم صناعه الاردوينو وبلشوا يعلموا بعضهم كيف نشتغل عليه للاردوينو. فانه هذا الشيء ممكن تتخيلوا انه يحصل بجامعه مثلا او بحياة فينا نقول بدون هاكر سبيس. طبعا احنا كان تكنولوجيا مثل هاكر سبيس مشرد يعني انه عم نعتمد على الاماكن اللي عم نقدر نوفرها، لكن هذا مثال حقيقي انه كيف نحن الهاكر سبيس عم يعطينا منصه لنقدر ناخذ زمام المبادره وفعلا نقدر نتعلم ونتشارك خبرتنا سوا مع بعض. شيء اخر هو مهم بالنسبه للهاكر سبيس هو موضوع اذا تتذكروا الفاب لاب. مين عنده فكره عن الفاب لاب؟ في ناس ما عندها فكره. الفكره الفاب لاب هو عباره عن مختبر تصنيع كثير كبير، او مو كثير كبير عفوا، بيقدر يسوي شغلات كثير كبيره مو كثير. هو بكلف تقريبا حدود 20 ل 40 الف دولار، يعني تقريبا شي مليون او مليونين ليره. ومن خلاله انت بتقدر تصنع اي شيء تقريبا. هذا طبعا مشروع بـ MIT، فهنا جمعوا تقريبا كل شيء بيخطر، كل شيء انت بيلزمك لحتى تصنع مصنع، اي شيء انت بيخطر ببالك، كمبيوتر، كيبورد، اي شيء انت بيخطر ببالك، فهنا جمعوا كل هالادوات اللازمه، هن مثلا ليزر كتر، ادوات خلاطه، ادوات طباعة دارات، الى اخره، جمعوهم بمكان واحد، وبالنهايه المحصله حصلنا على مصنع بيقدر يصنع لك شغلات. إذا بدك تصنعها بغير هذا المخبر فأنت حتضطر تجيب تجهيزات صناعية بمقدار 20 مليون دولار. طبعا هلا فكرته كثير حلوة وطبق بكثير دول، بس الفكرة إنه هلا تعال نفكر هلا إنه أنا بدي أجيب أنا فاب لاب بكذا مليون ليرة وجيب يعني عملية ما لها سهلة أبدا. فنحن صرنا كثير عم نحكي عن الفاب لاب، فانه احد مرات الموضوع بيننا شلون نبلش الفاب لاب؟ فانه لحالا ندور على جوجل بركي بيطلع شيء مش حل. والله فعلا طلع في حل، طلع في شيء اسمه ميني فاب لاب. قال شو هذا الميني فاب لاب؟ قال انه الفاب لاب هو بيقدر شو شعاره للفاب لاب؟ انه ميك اولموست اني ثينج. فانه احد الناس طلعوا انه معقول انا بدي اسوي اي شيء؟ انا بجوز ما مضطر اسوي اي شيء، فهو فعلا فالفاب لاب هو تقريبا فينا نقول بيتكون من اربع شغلات اساسيه، بيتكون من 3D برينتر، من ليزر كتر، ومن اداه خراطه، ومن اداه طباعه دارات. بس هدول ادوات كثير متقدمه يعني وكثير غاليه. فالفكره شو هو اللي سواه؟ انه جاب كل وحده من هدول التجهيزات بس وحده صغيره، جاب 3D برينتر صغيره، جاب ليزر كتر صغير، جاب اداه خراطه صغيره. هكذا حتى طلع معهم هذا الميني فاب لاب اللي بكلف يعني مقدار اقل بكثير من الفاب لاب الاصلي، وانت فيك نحن فينا نبلشه. الفاب لاب الاصلي انت بحاجه لرخصه من MIT وبحاجه واحد من MIT يكون يشرف عليه لهذا المخبر الى اخره، لا نحن صار فينا نبلش ميني فاب لاب حقيقه. يعني الفاب لاب ما له شغله سحريه ما بتقدر تساوي مثلها، لا هو تجميع من ادوات نحن ممكن ندبرها بس صح التعبير. فالفكره وين هي؟ انه طلعنا هيك معناتها نحن فينا نحن عمليا الهاكر سبيس يكون هو
لانه مثل ما قلت انا الهاكر سبيس هو مكونين، اول شيء مكون هو المجتمع، هو طريقه التدريس، طريقه التعامل بين بعض، طريقه التعلم، وثاني شيء انه هو تجهيزات. فالفكره وين هي؟ انه انت صار في عنا منصه نقدر نتعلم فيها تقريبا اي شيء بالاعتماد على الاوبن سورس، باعتماد على التجهيزات. عمليا هذا شيء كثير عظيم. وهون حقيقه طبعا هي صوره اخرى للميني فاب لاب، هو بيسعى لكراج سياره. فالفكره وين هي؟ انه الفاب لاب هو حاله، فالفكره هون كمان بلش يطلع فكره اسمها ميكر سبيس. الميكر سبيس هو نسخه كثير مصغره من الفاب لاب، يعني ما بدي انا شيء كثير كبير، لا هو شيء اصغر بكثير، ادوات اصغر، ادوات تصنيع اصغر بكثير. والهاكر سبيس هو أداة، يعني هو شغلة عمومية أكثر من الميكر سبيس. الميكر سبيس هو متخصص، هو هاكر سبيس بس متخصص نوعا ما بالتصنيع. الهاكر سبيس هو لسه أعم من التصنيع. فلذلك نحن حسينا إنه ويكيلوجيا هاكر سبيس هو الشيء اللي نحن لازم نساويه، هو اللي حقيقة بيحل هاي المشكلة، هو اللي حقيقة هي المنصة اللي بتخلي العالم إنه فعلا نتشارك سوا الحلم الأساسي اللي نحن كنا عم نفكر فيه، إنه نحن يكون في عنا منصة الناس عم تشتغل سوا وتشارك خبراتها سوا. عم نقدر فعلا ندخل الاوبن سورس على بلدنا وهالطرق التشاركيه على بلدنا بدون ما ننتظر، بدون ما ننتظر 10 سنين لحتى يصير عندنا خبراء. لا، خلونا نبلش من هلا ونتعاون مع هلا من هلا، ولما تصادف معنا صعوبات على الطريق شوي شوي بنقدر نحلها سوا. احد الاسئله على الهاكر سبيسات هو نويز بريدج. انا حبيت استعرضه لانه كثير ظريف وبيظهر احد يعني بيظهر جمال الهاكر سبيس. هلا هذا نويز بريدج هو عباره عن هاكر سبيس بكاليفورنيا في سان فرانسيسكو. هذا مخطط الهاكر سبيس. هذا الهاكر سبيس تقريبا فيه كل شيء بيخطر ببالك، فيه 3D برينتر، فيه ليزر كتر، فيه مختبر الكترونيات، فيه مطبخ، فيه غرفه معتمده للقصص اللي لها علاقه بالتصوير وال او الى اخره، في له مكان للفنون. فعمليا هو انت كل شيء فيهم تقريبا حاطين تقريبا كل شيء ممكن يخطر ببالك، ادوات وتجهيزات حتى انت تيجي تستفيد منها لهي الموارد وتعلم على الاخرين فيها وتشتغل عليها. وطبعا بالاضافه لهيك انه طبعا حتى بالاضافه انه فيهم مجتمعات بالرياضيات وبالعلوم بالكيمياء وبالفن، فتقريبا كل الاختصاصات موجودين فيه. ثاني شيء هو نفس الشيء اللي حكينا عنه انه طريقه الاداره التشاركيه للموضوع، فانه يعني هذا الهاكر سبيس انت اذا بدك تقدم نشاط، شلون بتقدم نشاط؟ بتقرر اول شيء، اول شيء لازم تقرر انه لازم تقدم، حابب تقدم نشاط اول شيء. بتفوت على الويكي، يعني على الموقع تبعهم، بتساوي صفحه للايفنت تبعك، بتفوت على القائمه البريديه، بتقول يا شباب انا حابب اساوي ورشه، والعالم بيجوا وبتعلموا ببعض وبتعيشوا بسعاده هناك. فبهالبساطة يتم إدارة الهاكر سبيس. طبعا في ورشات دائمة، في ورشات يعني على مدى الوقت، إذا بتفوتوا على الموقع حتلاقوا ورشات دائمة جدا، يعني تنوع كثير كبير بكل المواضيع اللي بتخطر بالكم، يعني شيء غريب جدا إنه أنت حابب تتعلم اي شيء ضمن هدول المجالات حتلاقي مجتمع كثير نشيط وعم يشتغل لحاله، علما انه ما في حدا عم يجبره، ما في علامات، ما في شهادات، ما في اي شيء، العالم عم تتعلم لانه هي بتحب، العالم عم تتعلم لانه هي حابه تبني شيء. مو حابه تتعلم بس لانه تساوي شهاده، او هذا الحقيقه امر كثير مهم، كثير غني. اهم مبدا حلو كمان موجود فيه هو الدوكرسي. هو انه هو من فعل الدو. انه انت اذا بدك تساوي شغله ما بدك، مو بدك تحصل على موافقه عليها، ما تقعد تقول يلا وافقولي اعمل شوي، وافقولي اعمل شوي، وافقولي اعمل شوي، لا، انت الادوات متاحه لك، الانترنت موجود قدامك، التجهيزات هون موجوده قدامك، بدك تجي بدك عالم يجوا يساعدوك، روح جيب عالم وخليهم يساعدوك، ما تقعد تنقي، معك المجال قدامك كله مفتوح. وحتى طبعا طريقه الاداره في عندنا ممبرز، هدول الممبرز هن بيقرروا انه يكونوا ملتزمين بالهاكر سبيس. فهدول الممبرز بصير في اجتماع، طبعا ما في فرق بين الممبر والنون ممبر، يعني عضو وغير عضو، انت كغير عضو بحق لك تحضر كل شيء، بحق لك تشارك بانشطه بكل شيء، العضو بس انه له صلاحيات اداريه نوعا ما، انه هو بيقدر يعني
في نظام اداري بيقدر يكون له صلاحيات معينه، في مشرف الامريكي عم بيكتب سيناريو. فالفكره انه من هون نحن مثل ما قلت انه بلشنا نفكر انه كيف فينا نبلش نحن شيء مثل هون بسوريا، انه امر صعب انه بتجيب تجهيزات، بتجيب مكان، بتجيب امر كثير صعب. فمثل ما بتعرفوا الخطوه الاولى اللي فكرنا فيها انه طب نحن ليش ما نسعي هاكر سبيس ليوم واحد اللي هو يوم السبت، ناخذ مكان مثل اي تي بلازا، وهذا اي تي بلازا نقلبه هاكر سبيس، يعني نعمل هاكينج على اي تي بلازا ونعمل هاكر سبيس وليوم واحد بالاسبوع ونبني وننشر هالثقافه، وشوي شوي لما نصير عندنا اعضاء اكثر، تبني اكثر للفكره، فانه ممكن نصير ناخذ دعم اكبر بحيث ناخذ مكان دائم انه على كيفنا وبناسبنا. هذا هو الجزء الاول من المفاجاه. الجزء الثاني من المفاجاه، اول شيء ححاول احذركم هلا، اللي بيعرف المفاجاه الثانيه نعم لا لا اللي بيعرف لا هلا هو اللي بيعرف اكيد لا لا قصدي اللي بيعرف من اللي بيعرف طيب، بس اللي بيعرف اللي بيحذر عفوا بيحذر المفاجاه، حنخليه يصفر بالصفيره اللي حنطبعها. فنحن فكرنا انه فنحن فكرنا حقا انه شو يكون نحن بدنا نجيب هاب هاب، طب شو يكون بلش خطوه خطوه كمان نفس الشيء، انه اكيد صعب نقعد نجيب نقنع واحد يدفع لنا مليون ليره يجيب لنا هاب هاب، والله لسه ما في حدا بيعرف هاب هاب اصلا. فقلنا لحالنا ابسط فكره انه نبلش نجيب 3D printer ونجيب تجهيزات شوي شوي. فهي ان شاء الله 3D printer اللي حنجيبها. طبعا نحن الفكره انه الامر بحاجه شوي موافقات رسميه، بحاجه شوي وقت. طب تحبوا نأجل هاكر سبيس لبين ما تجي ولا نبلش هلا؟ هلا؟ منيح فكرة. لا عشان ما حدا يقول انه ليش ما جبت البرنتر انتوا قلتوا، ما هيك؟ طيب فان شاء الله نحن اذا صارت الامور على ما يرام ومثل ما متوقعين ان شاء الله متوقع انه حتكون هي 3D برنتر اول 3D برنتر بسوريا، نقدر نجيبها لهون ونقدمها لحتى نبني هاكر سبيس متكامل. طيب شو سوف نحكي؟ ايه قبل ما نحكي شو الخطة العملية اللي حنشتغل عليها؟ حنحاول نستعرض بعض الأمثلة عن الهاكر سبيسات الموجودة بنماذج معينة من الهاكر سبيسات لنشرح بعض الأهمية للهاكر سبيس. يعني الهاكر سبيس في له لسه أبعاد مهمة كثير نحن بحاجة نعرفها لنعرف قديش أهمية الشيء اللي عم نشتغل عليه. هلا أحد الأمثلة للمشاريع اللي بحب أذكرها دائما هي مشروع اسمه منتور ميكر سبيس. هلا هذا المشروع هو عبارة عن مشروع ممول من قبل وزارة الدفاع الأمريكية. هذا هدفه ينشر الميكر سبيس بتقريبا هلا خلال سنه ب 100 مدرسه بامريكا، خلال 1000 سنه ب لا 1000 سنه خلال 1000 خلال ومن خلال 1000 مدرسه بالسنه اللي بعدها يعني 2014 2015. الشيء المفاجئ كمان طبعا هو هدفه، طبعا اذا بتفوتوا على الموقع بتلاقوا كثير تجارب حلوه شلون اليافعين والشباب عم يتفاعلوا مع هذا البرنامج. تذكروا نحن قديش كنا محبطين بالمرحلة الثانوية من التعليم اللي عم ناخذ شيء ما بنشعر بأهميته وعم نشعر انه نحن ما عم نعرف نساوي شيء، طبعا اللي شوي معلوماتية كان في كمبيوتر فأنت في لك مجال إبداع، بس ما عدا ذلك أنت بتحس حالك محبط إلا إذا كنت أنت بتعرف واحد ياخذك على ورشة أو شيء. فالميكر سبيس فعلا حقيقة ممكن يحل مشاكل التعليم كثير كبيرة، لأنه هم عم يوصل العلم والمعرفة بطريقة تطبيقية بطريقة حلوة بطريقة جذابة. حتى لدرجة إنه هذا المشروع تخيل انه نشروا تقريبا هذا اسمه ميكر سبيس، نشروا تقريبا تقرير ما بعرف شيء 50 60 صفحه عملوا اوبن سورسنج للميكر سبيس، انه انت كل التجهيزات كل الادوات كيف طريقه الشغل كيف انت فيك تعلم الناس الى اخره، كل هالمعلومات والتفاصيل نشروها بشكل مكتوب. فيعني شيء كثير مفيد انه نحن نقدر نستفيد منه. يعني تخيلوا برنامج مولته وزارة الدفاع الأمريكية اوبن سورس انه فيك تجي تستخدمه وتستفيد منه تخدم فيه بلدك، شيء كثير جميل. شيء اخر بدنا نحكي عنه، طبعا الناس اللي بالمنطقة يعني بالبلاد العربية في ناس عم يحاولوا يشتغلوا على نفس الموضوع، في منهم هي منظمة اسمها جنسي. انا حبيت اذكرها، طبعا هنا هلا تقريبا على علمي عم ساويين ببغداد وبيروت عم يحاولوا يساووا هيك. طبعا هن عم يبلشوا من الصفر، نحن عندنا مجتمع مشرد وهلا عم يساوي له هاكر سبيس، هن لسه هلا عم يساوي هاكر سبيس وعم يحاولوا. بس النقطة انه اللي حابب اشير لها هي جلوبال انترنت ونشر هاكر سبيس انشر.
هي فكرة كثير نقطة مهمة هي فكرة الانتربرنورشيب أو ريادة الأعمال. الفكرة وين هي؟ إنه الهاكر سبيس مو بس مجرد شيء تعليمي، هو منصة أولى حتى إنه أنت تنطلق. أول شيء ريادة الأعمال هي، بس نحكي شو هي ريادة الأعمال، هي إنه أنت ما تكون موظف، وإنما أنت تسامي عمل جديد بفكرة مبتكرة جديدة تدخلها على المجتمع. الفكرة وين هي؟ إنه أي فكرة علمية أنت اخترعتها أو ابتكرتها شو ما كانت مهمة، انت اذا ما كان في لها بزنس موديل، اذا ما كانت متوافقه مع الواقع المحلي بحيث العالم بيشتروها وبتبنوها، فعمليا انت ما حتستفيد شيء. فالفكره نحن هي كثير بتنقصنا بمجتمعنا، لانه هي للاسف نحن كلنا طموحنا بس نتخرج انه طلعوا لنا وظائف. في حين نحن ما بندرك انه نحن بتوقع على جزء من المسؤوليه علينا، انه نحن اصلا نكون مبادرين، نحن نخلق فرص العمل للاخرين. ونحن وهذا الشيء مو بس انه نحن نخلق فرص عمل، مو بس انه نساعد فرص عمل لا، لانه نحن بدنا ندخل هالابداعات الجديده والافكار الجديده على المجتمع. طبعا فالهاكر سبيس له كثير صله وثيقه بهذا الموضوع، لانه هو بالنهايه انت عم تساوي مشروع، وانت عم تساوي مشروع لانه انت بحاجه له. فهذا المشروع انت، فالهاكر سبيس ممكن يكون منصه حتى فعلا نحن نقدر ندخل الابداعات العلميه او التكنولوجيه على المجتمع. فبدون هاي المنصه كمان هذا الامر حيكون صعب. احد الامثله على هذا الشيء هو مشروع اسمه هاكر لاب، هو عباره عن هاكر سبيس. هذا هاكر سبيس هو عباره عن ميكر سبيس زائد هاكر سبيس زائد كووركينج سبيس. هو كووركينج انه الناس بتيجي بتشتغل كمان هنا. ففكرته انه هو نفس فكره هاكر سبيس العاديه، بس الفكره الاجماليه هي هي، انا حبيت اذكره لانه هو بيركز على هذا الموضوع. فاحد المدونات الموجوده بالمشروع حاكين عن حالهم شوي. فأحد القصص اللي حبيت أقتبس منها هي إنه want to change the world، هل تحب أن تغير العالم؟ build and create something، إنه ابني شيء واشتغل. هلا هون عم يحكوا إنه هلا نحن بعصر الإنترنت، أنت قدامك كل شيء متاح، أنت في قدامك مصادر كثير كبيرة متاحة قدامك لأنت تتعلمها وتستفيد منها وترجع تبني عليها وتطورها وتقدم شيء مفيد للمجتمع. فالفكرة وين هي؟ إنه نحن من زمان نحن كان هذا الامر عم يكون في فجوه نوعا ما بين الجامعه وبين التعليم وبين العمل والحياه الواقعيه. هاي بالهاكر سبيس نتيجه انه طريقه التعلم بالهاكر سبيس، طريقه اصلا ليش انت عم تتعلم، مو بس عم تتعلم لانه بدك تاخذ شهاده بدك تقطع سنين، لا انت عم تتعلم لانه فعلا عم تفكر بدي شيء، ابني شيء حقيقي وغير غير الواقع. فبالحقيقه الهاكر سبيس كثير مرتبط بهي الثقافه، وكثير ممكن نحن نكون نصنع نقدر نشجع هي الثقافه. فهذا امر كثير مهم. طبعا بالاضافه لهيك الهاكر سبيس فينا نتخيله انه هو كمان عم يحسد نوعا ما جزء من البحث العلمي. انت لما عم تدرس واقعك عم تشوف شو في ادوات متاحه بين ايديك لتشتغل وتطور، انت نوعا ما عم تساوي بحث علمي. فعمليا الهاكر سبيس عم يكون تعليم، بحث علمي، اعمال، عم يكون كثير امور ومبادره، عم يكون كثير امور في مكان واحد. فهو عمليا ثقافة كثير مميزة، مو شيء بس مجرد هو سبيس. تمام؟ هو عمل كثير مهم لتفعيل فعلا نحن بحاجة له لتفعيل المجتمع، تفعيل مبادرة لدرجة انه حتى شركات مثل انتل هي بتستثمر فيه، بتتبرع له، بتساوي مسابقات فيه. لأنه هي بتؤمن انه دعم هيك أماكن فعلا ممكن يطلع لها ناس مبتكرين، ناس عندهم أفكار رائعة، هي ممكن تتبناها فيما بعد أو. فعمليا الأمر له بعد الهاكر سبيس مو بس مجرد اماكن للتسليه، والله هذول جماعه بس هيك هاكرز مشهورين بس بدهم يساووا شغلات فظيعه، لا، هن فعلا ناس بدهم يغيروا مجتمعات وجديين وبدهم يغيروا بشكل واقعي، مو بس بشكل مثالي، نقدم اختراعات العالم والله ما حدا تبناها، لا، نحن نبني شيء واقعي فعلا الناس تتبناه تكون بحاجه له. لدرجه انه حتى مثلا كمثال اخر ليش اهميه الهاكر سبيس، هذا الهاكر سبيس متعاون مع برنامج حكومي اسمه كود فور امريكا. فهذا البرنامج الحكومي انه هدفه انه يشجع يساووا تطبيقات حكوميه تعتمد على التشاركيه نوعا ما، طبعا مو بس تشاركيه بس يعني جزء كثير منها بيعتمد على التشاركيه لجعل يعني لتحسين اداء الحكومه. فالفكره وين هي؟ انه هذا البرنامج بيتعاون مع الناس المبادرين بكل مدينه وبيساووا برنامج اسمه كود فور المدينه الثانيه، كود فور المدينه الثانيه. فوين هي الفكره؟ وين هي الفكره؟ الفكره انه حتى البرامج الحكوميه الكبيرة بالنهاية ما بتقدر تساوي شيء لحالها، هي بدها تعتمد على الناس المبادرين والشباب هن اللي بيقدروا يغيروا.
فحقيقه نحن في حاجه للهاكر سبيس، حتى في حال انه كان نحن دائما بنحط اللوم على المؤسسات الكبيره وهيك. فحتى المؤسسات الكبيره لما تكون عندها قدرات كثير كبيره تكون معي لحل مشاكل، بالنهايه هي بحاجه لهدول الناس من برا. الحقيقه الهاكر سبيس كثير شيء حلو انه هو عم يقدر يربط بين مجتمع الانترنت الفلتان اذا صح التعبير، اللي فيه تغير وفيه سرعه وفيه هيك، وعالم الحكومه اللي كثير جدي واللي كثير بده. فعمليا الهاكر سبيس فكره كثير عظيمه. وانا بضربكم امثله كيف مثلا انه بالبلدان العربيه نحن مثلا بحاجه، مثلا بمصر انه صار العالم يحتجوا انه بدنا، كان بدنا تشتري يعني كان في صفقه انه مايكروسوفت انه تدخل يعني تجهز الحكومه المصريه بعدد كثير كبير من انظمه ويندوز وهيك، فانه العالم احتجوا انه لازم تشتروا، لازم بدنا شو كان الشعار تبعه ما اتذكر، بس المهم انه كان فكرتهم لا لازم تعتمدوا على الحلول المفتوحه الى اخره. الفكره وين هي؟ انه صح حتى لو الحكومه قررت انه بدها تساوي هيك شيء، ما في مجتمع. اذا ما في مجتمع، الاوبن سورس بيعتمد على وجود مجتمع، بيعتمد على وجود مبادرين. اذا ما في هذا الشيء ما في فائده، ما ممكن اصلا نحن نتبنى هي القصص هي الجديده. فامر كثير مهم هذا. فالهاكر سبيس عم تقدر تسد هذا هي الثغره اللي نحن فعلا بحاجه لها. هلا في مثال اخر انه قديش الحكومات عم تعتمد على امور كبيره، عم تحاول تنجز امور كبيره من خلال هاكر سبيس. حيحكي عنها حسن. ساعة عن هاكر سبيس انسان مهم هو مجال السبيس والفضاء. هلا في عندنا وكالة ناسا، وكالة دربع هي الوكالة الأمريكية للبحث، وكالة الأبحاث العسكرية الأمريكية، عم يعملوا دراسة حول اسمها 100 يير ستار شيب. بدهم يعملوا سفينة فضائية تروح على النجوم مستقرة هنيك بدون ما تعطل بأوضاع السفر، يعني تضل عايشة لمدة 100 سنة. فاجت مجموعه قالت انه الحل، طرحوا سؤال على الموقع تبعهم انه شو هي احسن طريقه لابني هي السفينه. فاجت مجموعه قالت انه احسن طريقه هي تجمع هاكر سبيسات عالمي يكون هدفه ابحاث الفضاء. عملوا هي المجموعه، عملوا هاكر سبيسات اجت توزعت بست مناطق في العالم، الصين واستراليا وفرنسا وثلاثه بامريكا. هدف هي المجموعات هي دراسه ابحاث الفضاء وعمل مشاريع بهالموضوع. قدمت مشروع على وكالة داربا، أول مرة رفضتهم الوكالة، رجعت قدمتهم مرة ثانية بطريقة أقوى، فقبلتهم الوكالة وأعطتهم دعم 500,000 دولار. أعطتهم أول دفعة 250,000 دولار ليبلشوا دراسة ويتعلموا المواضيع المهمة بهالمجال. في عندنا مشروع ثاني هو كمان مهتم بالفضاء، هو اسمه سبيس جامبت. جامبت هي اختصار ل صناع مشاريع لبناء بين النجوم العالم. هي مجموعة كمان هدفها نفس الشيء، تعطي تسهيلات للإنسان إنه يعيش ويعمل مشاريع أكثر بالفضاء، ومن خلال هاكر سبيسات وهاكر سبيسات منتشرة كمان بكل مكان. هي مشاريع ما مو قديمة كثير، المشروع الأول صار له سنة تقريبا، هذا المشروع صار له من شهر 11/2012. هالمشاريع جد فائدتها انه جملة Space Just for Governments and Liquid Corporations، الجملة ما صحيحة. الفضاء ما عاد حكى للحكومات والمؤسسات الكبيرة، صار أي حدا بحسن يعمل يشتغل بمجال الأطفال. يشاركوا مع مجتمع اللي بيهتم بنفس الاهتمامات. فالهاكرز لقوا حالهم بالهاكر سبيس، الميكرز لقوا حالهم بالميكر سبيس، لقوا مكان فيه الادوات اللازمه لحتى يصنعوا الشيء اللي ببالهم، لقوا مجتمع اللي مشهور بنفس الشيء اللي هن مهتمين فيه. طيب الهاكرز لقوا حالهم بالهاكر سبيس، الميكرز بيرتاحوا بالميكر سبيس، طب المذرز قعدت
عادةً وين بيرتاحوا؟ المادرز عادةً بيرتاحوا ب... المادرز عادةً بيرتاحوا بمكان حيكون بيكون في دعم معنوي، بيكون في أمهات مماثلين يعني أنداب بيكتسبوا دعم عاطفي من إنه في حدا نفس الحالة، وزائد إنه بمكان يكون الأطفال فيه مؤمنين، يعني الأبناء إنه مؤمنين. طيب ماذا لو كان عندنا mother وmaker وprogrammer بنفس الوقت؟ يعني حطينا كل هدول بالخلاط وطلعنا mother هي maker وprogrammer بنفس الوقت. طب وين ممكن ترتاح هاي mother؟ هلا هاي mother هي محتاجة إلى مكان يكونوا ولادها معها، وبنفس الوقت هي تلاقي حالها كصانعة وكبروجرامر. طيب وين المشكلة؟ هلا الأمومة عادة الأم عادة بتستغني عن اهتماماتها وبتستغني عن حالها منشان ولادها. هذا الشيء بيخلي الأم تعيش عادة بعزلة عن العالم، يعني عن اهتماماتها وعن الأشياء اللي هي بتحبها. هلا انت ممكن تقولوا انه اي عادي، واذا يعني عايشه بعزله كيف هي عم تربي اولادها وشو هذا الحكي؟ طيب كان اول بشهر بس حقيقه العزله هي لها ضرر كثير كبير على الاطفال، يعني خاصه انه بهذا العصر كثير شيء سيء انه الام تكون بمكان والولد يكون بمكان ثاني. هلا اضافه لانه هي كمان انسانه وبحق لها انه تشوف اهتماماتها وتبدع بالمجالات اللي هي بتحبها. طب هلا كمان ممكن تقولوا طب اوكي تروح على هاكر سبيس، وين المشكله؟ هلا المشكله انه في شغلتين خاصتين بالنسبه للام. اول وحده انه مثل ما قلتلكم هي بتحتاج لتشجيع ودعم عاطفي غير عن الباقي، لانه هي عندها كثير مسؤوليات، فهي بدها تقوم بشيء غير اعتيادي بالنسبه لمجتمعنا، فهي طبعا بحاجه لانه رفقاتها واقرانها والامهات الثانيين يتساعدوا معها لحتى تحقق اللي بدها اياه. إضافة لشغلة ثانية إنه هي بحاجة لمكان يقعد فيه الأطفال. النساء شافوا الهاكر سبيسات اللي بالعالم وعجبتهم فكرة إنه هن يهكروا شيء لحتى يناسبون، قاموا هكروا الهاكر سبيس لحتى يناسبون وصاروا هاكر مومز. هلا بالهاكر مومز بيحقق الموازنة بين الأمومة وبين إنه الأم يعني تشتغل بالاشياء اللي هي مهتمه فيها، يعني تشتغل باهتماماتها وبين الامومه بنفس الوقت. هلا هذا هو ماذر، هو هاكر مامز، اول هاكر سبيس للامهات بالعالم، هو كان بكاليفورنيا. انه الام مثلا هدول عم يعملوا ورشه كودينج وبنفس الوقت الاولاد معه بنفس المكان، لانه الهاكر سبيس لانه الهاكر مامز بيامن لهم حضانه للاطفال، إضافة لأنه بيأمن لهم برامج هلا حاحكي عنها. كمان بالهاكر مونز بتأمن دعم معنوي لأنه في كتير أقران عم يسألوا نفس الفكرة. تشاركت الأم مع الطفل في إنها تنتج شيء، هذا الشيء كتير مهم للطفل وللأم بنفس الوقت. بيقدم للأم وللطفل بنفس الوقت، هو حيقدم للأم وقت ومكان لحتى تشتغل DIY الشيء اللي هي بتحبه، حيعلمها ثقافة الهاكينج والميكينج، وبنفس الوقت حيأمن لها تشايلد كير حضانة لأطفالها، حيقدم لها تشجيع معنوي، بنفس الوقت حيقدم للتشيلدرن للأطفال، حيقدم إنه عم يعلم الأطفال بطريقة الهاكرز، فالأطفال عم ينشأوا بطريقة تعليم طبيعية للإنسان مو بطريقة بالبراوية وبتدريب عملي. هلا families live together. طيب شو فائدة هالشيء؟ على فكرة مرحب dads are welcomed in hacker moms، يعني هو قانون بالهاكر مومز إنه يعني كل العائلة مو بس المومز. شو فائدة إنه الطفل يشوف أمه عم تهكر، عم تهكر وعم تشتغل وهيك؟ فايدة إنه الطفل بيتعلم كثير من خلال المشاهدة والتجريب، إضافة إنه حيتعلم من أمه الشغف والالتزام بمشروع، يعني هو نحن دائما بنقول له شو اهتماماتك ولازم تنمي ومدري شو هيك،
هو شايف انه ما عم تعملي شيء انت يعني قاعده، فهو هون عم يشوف بطريقه عمليه انه مشروفه بشيء وعم تتساعد مع رفقاتها مشان عرفته. الفكره الثالثه انه هو رح يكبر الطفل وهو شايف انه انا كمان مستحق هيك، يعني هو شاف امه عم حابه شيء وعم تشتغل لحتى تحققه. لا شعوريا رح يقلدها بالمستقبل، رح يشوف انه انا كمان بستحق هيك، انا ما بستحق بس اني اقعد بالمدرسه والعالم والاساتذه يلاقوني انا شو لازم اتعلم، لازم هي يعني شاف انه امه عم تشتغل بالشيء المشروفه فيه، هو بحق له بس يكبر انه هو كمان يشتغل بالشيء اللي هو حابه. هلا شو هن ورشات الهاكر رومز؟ هلا هن عندهم ورشات يعني هو نفس الهاكر سبيس بس مهكر ليناسب الامهات اكثر، فهو عندهم بيقيموا ورشات يا بقيمه انداد مثلهم يا اما بيجيبوا خبراء. في مختبرات بيعدوا كلهم ما حدا بيعرف عن هي الفكره وسوا بيتعلموا الشغله، بيتعلموا بشكل تشاركي. ممكن يدعوا محاضرين لحتى بمحاضر يعني بموضوع هن بيهتموا فيه، بيعملوا نوادي بالتاب، نوادي فنون وحاضنه كمان للاعمال الجديده اذا وحده بدها تعمل عمل جديد. هلا هي اخذتها من البرنامج تبعهم انه شو الورشات اللي هن عاملينها، كودينج مثلا HTML جافا سكريبت CSS دي ار واي هاند ميد جورنالز وكرييتيف بوك ماركينج انه مجله يعني اشغال يدويه وفنون هيك، ورشه دروبل مثل وورد بريس تدوين هيك، جرافيك ديزاين، هوم سكولينج هي فكره كثير جدا مهمه خصوصي للام انه تعلم ابنها بالبيت عن طريق الانترنت وشو الشغل اللي هو بيحبها مو بس المدرسه وهيك، الارتس الهولا هوبس يعني كمان بيلعبوا مع الاولاد يعني جو مرح وفن وتسليه، هذا الشيء كثير بيقوي طبعا على بين الام وابنها، دراما فيسلي فور بيبيز استضافوا دكتور لحتى يعني سليب فور بيبي شلون ممكن ننيم الطفل وشو الابعاد الطبيه وهيك ما بيضحك. كمان مره جابوا خبيره علمتهم اوت دور بلاينج يعني افكار جديده للتسليه والفن مع الطفل خارج المنزل، يعني مو بس انه بقلب البيت والكمبيوتر والتلفزيون ومدري شو، لانه نحن الولد بحاجه يتحرك ويشوف طبيعه وكل هالاشياء. هي صوره عن كرياتيف اوت دور بلاي سبيسز، استدعوا اللاندسكيب ديزاينر هي هاكرمان اسمها لورا هنري مشان عملت لهم محاضره وعرفتهم الورشه شلون طرائق لحتى اللعب برا. هلا حتى تكون انه في برنامج للاطفال، فالطفل رح يجي مع امه، في قسمين يا من 6 اشهر لخمس سنين وفي فوق السبع سنين. هلا من 6 اشهر لخمس سنين بيعلموهم من هذا ستيم طبعا بطريقه علميه وهاكر هاكينج يعني ساينس تكنولوجي انجينيرينج ارت ما بس يمكن شو اخر وحده بس انه مقدمه لكل هاي العلوم من وقت ما كانوا صغار. هاي درام طبل رقص افريقي يعني هنا هيك بس طافتهم، ليجو وروبوتكس وهيك طبعا كله بشكل مبسط للاطفال، ديجيتال ميوزك ميكينج وكل حال ببيئه عمليه وبطريقه يعني مو مثل المدرسه. هلا فوق السبع سنين هن بيعلموهم هندسه بيلدينج بناء وروبوتكس يعني اثناء ما الام هي عم تشتغل يعني بيشتغلوا الام والطفل سوا. هلا هلا اللي كنت بدي اقوله انه نحن كمان فينا نهكر الهاكر مون لحتى يناسبه، يعني نحن كمان ويكان هاكر تو فيت اس، يعني اكيد نحن ما حناخذ تجربه الهاكر مونز مثل ما هي ونطبقهم، نحن فينا نهكرها نساويها بتناسب امهات سوريا واطفال سوريا ونساوي هاكر مونز دماسكس. يعني تخيلوا ام بتعرف شو شغف اولادها، ما بتقول له مثلا انت لازم تخطط انت لازم هيك تعمل،
عرفانه شو يعني شغف شو يعني اهتمام، بتهتم باشياء يعني في كثير امهات مغمورين بس هن ناقصهم فرصه وتشجيع وحل مشكلات الاطفال يعني ف انه ان شاء الله نحن فينا كمبادره اذا تجمع عالم مهمات انه نساوي هاكرزونز عن طريق هاكرزونز. بس دائما مثل عادة في سد هاي علوم الأحياء وهاي علوم اللي متعلقة بالطب وما نخب بيس وراسيات وما بعرف شو، فهي انهاكبل ونحن ما فينا نعمل هذا الشيء. بس مجتمعات الدي اي واي قدرت تغير هالقاعدة وقدرت تعمل علوم البيولوجيا علوم قابلة للتفكير. يعني تخيل انه هي حتى اكثر شيء الدي اي واي بيشتغل فيه هو السنتيتك بيولوجي، البيولوجيا التركيبية اللي هي علم جديد مختص بالوراثة والجينات وتركيب الجراثيم والكائنات واللعب بقى بالمادة الوراثية. فالموضوع فعلا بقدر ما هو حساس بقدر ما هو ممتع وشائق بقدر ما لازم يكون هاكبل لحتى يقدروا الناس يساهموا فيه. أهم يعني من أول أشهر المجتمعات تبع الـ DIY والهاكر سبيسات هو الـ BioCurious. BioCurious هو مجتمع DIY Bio بالولايات المتحدة. لما تفتح انت وصفه بتتحمس بيقولوا لك it's accessible مفتوحة يعني مين ما كان عنده الاكسس ليفوت affordable اشتراكات يعني اسعار ممكن واحد يفوت يعني مثلا المخبر البي سي ار العادي مخبر الدي ان اي والوراثيات عادة هو ما عندنا من سوريا غير اثنين تكاليفه بالمليارات يعني بالملايين يعني فما حدا بيفوته يعني مرة فتنا عليه مدري اخذنا كذا موافقة لحتى فتنا نص ساعة لا تصوره مدري شو طلعنا يعني حسيت حالنا مدري لما يفايتين. فهنا عم بقول لك اكسسبل افوردبل فيك انت تفوت واوبن يعني مفتوح للجميع مفتوح للامتشورز للهواة وللانتربرنورز هذول الناس اللي عندهم مبادرات يجوا يقدموها مفتوحة للمخترعين كافة ولكل الناس بشكل عام. هلا مثل العادة بيجي حدا بيقول لي معقول انتم بدكم تخلوا كل العالم تشتغل ما بيصير هلا بتعملوا لنا مشاكل بتدمروا البشرية العلوم عم تتطور ومدري شو لازم نحط حد الى اخره. تقرأ هون كمان تقرأ بالوصف انه with an emphasis on safety يعني نحن في مثل ما ديك المخابر لها معايير للأمان هاي المخابر كمان لها معايير للأمان مثل أي مخبر عادي. هلا جولي في المخبر بتلاقي أجهزة كثيرة منها مثلا البرادات اللي بتبرد مثلا للناقص 40 وناقص 20 لأنه مثل ما بتعرف المادة الوراثية بدها كثير درجة منخفضة لحتى نقدر نحفظها سالمة. في مثلا المجهر المكلورة اللي بده أشعة فوق اللي صار في معنى يعني كلية الطب ما الموجود أو كلية علوم حتى ما الموجود ما في غير مجهر ضوئي من هذا اللاب بتلاقي هذا المجهر أنماط المجاهر كلياتها بتلاقي جهاز البي سي آر وجهاز تقييم الدي إن إيه ما فينا نعمل أي عملية أو أي اختبار من غير ما يكون عندنا هذا الجهاز مثل ما نكون ملاحظين حجمه بحجم اللابتوب أنا الجهاز اللي شفته كان حجمه بحجم هاي الطاولة كان هذا حجمه بحجم اللابتوب وسعره حتى سعر اللابتوب هو open source open hardware. أيضا عندنا مثلا جهاز الحرارة الكهربائي جيل الكتروكريسيس كمان كتير ضوئي هي يعني كتير تجهيزات فيها. هي عن البايوكيوريوس. البايوكيوريوس طبعا هو ماله الهاكر سبيس المختص بالبيولوجيا الوحيد بالعالم. أول هاكر سبيس المختص بالبيولوجيا كان الجين سبيس. انا طب انا ليش ذكرت الجين سبيس بالتحديد لانه حابه احمسكم للمشاريع اللي عم نعملوها. مشاريع الجين سبيس مشاريع مثل تيشو انجينيرينج هندسه النسوج بناء الاعضاء وطباعه الاعضاء مثل نيورو ساينس يعني بيشتغلوا على العلوم العصبيه وبيشوفوا تجارب على ادمغه الفئران يعني هن عم يشتغلوا شيء ماشي بسيط ولا شيء ما عم يلعبوا يعني ولا عم يعملوا شيء ما له طعم عم يعملوا اشياء كثير مفيده غالبا كانت من زمان حكر على مراكز الابحاث اللي ما فوتها مثل ما قلت لكم غير يكون ذكر موافقه يعني ما فوتها غير ناس معينين هذول الناس هل حيقدروا يحلوا كل المشاكل اللي بالعالم ما بتوقع فلذلك كان لابد من نشوء هي. هلا نحن من قبل انه لما تعرفنا على هي الاشياء كثير تحمسنا انه نحن كمان يعني نقدر نعمل شيء مماثل بس يعني ما كان لسه
في واضح بذهننا انه ممكن يكون في هايبر سبيس. هلا لما صار في هايبر سبيس كثير صار في امل انه نحن ممكن نقدر نبني مثل واحد مثل اللي حكيت عنه هون بسوريا. فبقولوا ان شاء الله. الحقيقة نحن حاولنا أن نستعرض يعني الأمثلة هي لسه في كتير أمثلة أخرى يعني غير عارفة بنبين إنه المجال الواسع اللي يعني تفوته هيك هي الصفات ما لها محصورة ب في مثلاً بمعلومات مارسية أو ب مثلاً بالهندسات أو بالهمة مثلاً أو حتى ما لها محصورة بالبيولوجيا. حتى شفتوا إنه هي بالأطفال والأمهات كل شرائح المجتمع هي الصفات المهمة. الفكرة وين هي إنه نحن بدنا نبلش نشتغل مثل ما قلنا إنه نحن حنحاول هلا إن شاء الله نحاول نلخص إنه شو الخطة اللي حنشتغل عليها وشو طموحنا وشو بدنا نكمل. هلا الشيء الأساسي إنه نحن إن شاء الله البرنامج الأسبوعي نحن مثل ما قلنا نجتمع كل سبت. هلا نحن البرنامج الأسبوعي حيكون على المدى التالي حيكون في عنا ثلاث أجزاء نشتغل ثلاث أقسام. هيكون في عنا هذا القسم، هيكون في عنا القسم هذا اللي هي قاعة التدريبات، هيكون في عنا القسم قاعة السينما. هلا هيكون في عنا نحن حاضرين أنشطة شوي مسبقا مشان أنشطة جاهزة نوعا ما، والباقي حيكون على المجتمع وعليكم. هلا بالنسبة للأنشطة اللي نساويها هيكون في عنا أول شيء مثل ما بتعرفوا لقاء الأفكار تستحق الانتشار تيد. فحيكون هالمرة حنساعد بشكل تشاركي، يعني انه حينزل ايفنت اليوم المساء ان شاء الله. اللي حابب يتطوع انه نعرف الناس جداد اكثر ندخلوا على مجال اوبن سورس وعفوا هذا الهاكر سبيس. فيا ريت انه تقدروا تشاركوا معنا وتقدموا. الشيء الثاني حيكون احنا عنا بدنا نحاول احنا مشان المرحلة الجاية نحاول لسه نزيد قدراتنا التقنية وال من ناحية إنه نقدر نبني شيء حقيقة. فلذلك حيكون في عنا ورشتين نوعا ما، سلسلتين بالحق أحلى من الورشات. حيكون سلسلة أولى للفابولوجيا وأساسيات الإلكترونيات والهاردوير. حيكون سلسلة ثانية هي أساسيات الويب ديفلوبمنت، يعني الأدوات الأساسية. إي على التوازي كمان. حيكون طبعا احنا عنا نبلش من الساعة لساعة 3 حيكون عنا احنا متوفر المكان بين ايدينا. حيكون اول شيء في عنا الساعة 11 حتكون اردوينو هون، حتكون الويب هوني. بعدين الساعة 11 حيصير تبلش تيد اللي حيكون قاعة سينما. هلا الباقي شو حيكون؟ الباقي بالطازة حيكون في شيء اسمه مساحة. هي هي الفكرة الأساسية اللي ممكن من خلالها نختبر قديش نحن فينا نساي هاكر سبيس حقيقي. ولهي نحن بدنا منكم انتوا تأسستوا هذا الشيء، هذا الشيء اللي انتوا كنتوا تسبتوه. فالفكرة هي ببساطة انه انت عندك فكرة، عندك مبادرة، حابب تعلم الناس حول شيء معين، حابب تقدم فكرة للناس الآخرين، انت بكل بساطة حيكون في عندنا مجموعة على الفيسبوك، انت تقول انا يا جماعة شلون بنايس بريدج، تقول يا جماعة انا حابب اسوي هذا الشيء، نفس الشيء نحن حابين نسوي نفس الشيء هذا هون، انه انت تقول انا يا شباب بدي اسوي هذا الشيء فلان مين حابب يجي؟ فتدعو العالم عليه، بتقدر تنظم نشاط ضمن هذا الهاكر سبيس، ضمن مساحة الطلاب. الشيء الثاني حيكون هو مساحات العمل، اللي هلا حنحكي كيف فينا نستفيد منها، هي انه نحن مو شرط يكون شيء محاضر، ممكن انت تجيب اثنين ثلاثة تقعدوا تشتغلوا سوا على مشروع معين أو فكرة معينة، أو تجمع أشخاص أهلين، مو شرط يكون عندك محاضرة كبيرة حتى تجمعهم. هلا حأحكي بعض الاقتراحات شو ممكن نحن نسوي. فكرة أول شيء انه ننشر الأفكار ضمن المجتمع، ضمن مجتمعاتنا الخاصة فينا اللي ورانا. يعني انت خذ زمام المبادره وتشجع وتشرح العالم بالاوبن سورس والتشاركيه والقصص هي، انت فيك تشرحها للعالم، وانت اقدر واحد تشرحها خصوصا للناس اللي حواليك، لان انت اكثر واحد تقدر تفهم عليهم وهن اكثر ناس بيقدروا يفهموا عليك. فهي اول فكره، ممكن انت تشرح لهم بورشات عمليه، ممكن تشرح باستخدام ويكي، ممكن اذا هن كانوا برمجين تشرح لهم مثلا تشرح لهم عن جيت هاب، تشرح لهم لينوكس او في انت كثير قدامك خيارات. هذا الامر انت متروك لك زمام المبادره. ثاني شيء انه انت تشارك خبرتك، مثلا انت بتعرف في مجال معين بمجالات الاوبن سورس او مجالات التشاركيه، انت خذ زمام المبادره وعرف الناس اللي حواليك، اصلا هيك الهاكر سبيس بيشتغل. انت شيء حابب تعلمه الاخرين، هلا قدامك فرصه انك تعلم الاخرين، اذا انت محبط من الجامعه انه ليش ما عم تنعطى في امور معينه عم تنعطى حقها، انت هلا المجال قدامك انت لتعطي الناس، ما ضروري انت
تنتظر لحتى تصير مهندس او تتخرج لحتى تقدر تشارك خبرتك ومعرفتك مع الاخرين. لا، من هلا انت فيك تشارك. مين قال انه انت مالك اهل تعطي؟ لا ابدا، هذا الامر مو حقيقي. في فكره ثانيه انه انت ممكن تبلش، يعني ممكن انت تتطور هي الانشطه، انت تساوي مجموعه كامله، يعني انت ممكن تساوي مجتمع فرعي كامل. لسه في مجالات كثير، يعني هلا نحن بوكيلوجيا في عنا مبادرات موجوده، يعني في عنا ناس بيشتغلوا بالويب، في عنا ناس بيشتغلوا بالعتاد هاردوير، بس في عنا ناس يعني في عنا مبادرات ومشاريع ثانيه، بس لسه في نقص كثير كبير. فانت فيك تبلش تساوي مجتمع فرعي، تساوي لقاءات، تتبادل المعارف، تطوروا خبرات بعض، تصير في خبرات بعض. لانه انت لما تتعلم لحالك، هي هون الفكره الاساسيه، انه انت لما تتعلم لحالك اول شيء انت حتى لو قدرت تتعلم لحالك، اول شيء انت ما حتقدر تتعلم لحالك. افضل لا اول شيء انه بشكل عام انت لحالك حتكون بشكل عام حيكون المردود اقل بكثير في حين لو في ناس اخرين عم يشاركوا معك وعم يدرسوا معك نفس الموضوع، عم يشتغلوا على نفس الموضوع. فانت اول شيء عم تامن تطور سريع لنفسك. ثاني شيء، حتى لو انت قدرت تشتغل لحالك، انت بالنهايه بحاجه ناس تفهم عليك وتشتغل معك، ولا انت بتصير مجرد خبير اخر محطوط بالمتحف ما بيحكوا ما بيفهموا العالم عليك. فكثير مهم انه انت، هذا الامر كثير مهم، انت حاول تشتغل ضمن اي مجال، انه انت فعلا تحاول تبني مجتمع يفهم عليك وانت تشتغل معه ويشتغلوا معك. هذا امر كثير ممكن يكون الهاكر سبيس هو اللي بيوصل حتى نقدر نسوي هذا الشيء. الاطار الجامعي للشيء الشيء اللي بيصير بالمجتمعات بتكون هو فقط انه يهتم باشياء تضر المجتمع ولا باشياء تقنيه حصرا مليان؟ هلا نحن بشكل عام نحن هلا عم نحاول نركز انه كل شيء ضمن مجال التشاركيه حيكون اولويه، لكل شيء ضمن مجال التشاركيه او الاوبن سورس بشكل عام. لانه بشكل عام ما فينا نطلق الموضوع بشكل كثير كبير، لانه بصير ممكن تجيك مبادرات انت ضمن مجالات انت ما فيك تقدر انه هي مناسبه او غير مناسبه. فنحن بشكل عام نحن وكيلوت، نحن يعني نحن الشيء اللي عم ننطلق منه اساسا انه نحن العالم بحاجه للاوبن سورس. فنحن عم نحاول ننطلق من كل شيء له علاقه بالمجال التشاركيه او الاوبن سورس شو ما كان. ممكن يكون مشروع تشاركي، مشروع قائمه تشاركيه، مو شرط انه يكون هو اصلا مشروع تقني، يعني او بمعنى ما شرط انه يكون العالم اللي بيجوا يشتغلوا هن يكونوا ناس تقنيين. يعني الفكره انه ممكن يكون مثلا انت حابب تساوي برنامج لتوثيق مثلا حالات معينة مثلا بالمدينة، فأنت حابب تساوي منصة، حابب ناس تيجي تشتغل عليها، تعرف العالم عليها. ففي مجال واسع جدا، بس هو المجال اللي نحن حاطينه الأولوية هي الأوبن سورس. هلا ممكن كمان شغلة مهمة هي كثير نحن ممكن نكون حالة، يعني هي عم بحكي أنا أشكال عن المبادرات ممكن تصير بالآخر. في عندنا شغلة كثير مهمة هي اليوزر جروبس، إنه أي أداة تقنية نحن بحاجة إلى مجتمعنا لازم يكون في حواليها مجتمع تقني. طيب فانه ممكن احنا احد الشغلات اللي بتصير دائما بالهاكر سيس هي الميت ابس، لما يصير في مجموعات مهتمه بتقنيه معينه تحاول تقدمها للناس الاخرين وتشجع استخدامها، ويتعاونوا الناس على حل مشاكل هي التقنيه بشكل عام. لانه مثل ما قلنا يعني التقنيات والادوات الاوبن سورس بحاجه لناس، بحاجه لمجتمع حواليها. ما في انه ما فيك انه ببساطه تقول للعالم روحوا استخدموا والله هي الاداه كثير حلوه وكثير رائعه كثير بتحل مشاكلكم اذا ما كان في مجتمع. نفس الوقت انت حتى لو بدك تستخدم هي الاداه لحالك ممكن يلزمك كثير مشاكل انت بدك تقعد كلها تحلها لحالك، لا لما يكون مجتمع حواليك انت بتقدر تحلها مع الناس الاخرين. كمان نقطة مهمة، ممكن تتشكل مو بس مجموعات كبيرة، بس ممكن تشكل مجموعات صغيرة تساوي مشاريعك الخاصة فيك انت، يعني انت تستفيد من الهاكر سبيس تكون منصة لانت تساوي مشاريعك الخاصة فيك، او تساوي مجموعات عمل معينة. مثلا هلا من الامثلة مثلا ممكن احكيها مشان ما يصير حكي بالهواء، ممكن كأمثلة عن المجتمعات، أنت تساوي مجتمع مثلا مختص بالعمارة، أو مجتمع مختص بالاقتصاد، أو مجتمع مختص بالفنون، أو مجتمع مختص بمجال معين. هلا كمجموعات عمل في عندنا كثير مشاريع معينة، ممكن أنت تساوي مجموعات عمل صغيرة تشتغل عليها مثلا. نحن مثلا في عندنا مشروع الأركيتكتشر فور هيومانيتي، أنا بعطي بس طموحات مشان ورجي إنه قديش نحن فعلا بحاجة لهيك شيء. مثلا مشروع أركيتكتشر فور هيومانيتي هو مشروع
مشروع شبكة من المعماريين العالميين اللي بيساووا تصاميم مفتوحة بتعاونوا فيها مع الأماكن اللي فيها مشاكل بالسكن، بيصمموا تصاميم بالتعاون مع فرق محلية، بيساووا مشاريع أوبن سورس بتعاون عليها كل العالم، وبعدين بيجوا بيرجعوا بينفذوها بالاستفادة. فممكن تشكل عنا مجموعات عمل من هذا النمط. في عنا مشروع أوبن سورس إيكولوجي، هو عبارة عن مشروع هدفه يبني أدوات الأساسية للحضارة، يعني الزراعة، الحصد، حفر الآبار، الفرن، كلها تكون أوبن سورس مفتوحة. فهي شغلات كتير ممكن، نحن مجتمعنا كتير مجتمع زراعي، فممكن كتير تفيد المجتمع هيك قصص، وهي بحاجة لمجموعات عمل متخصصة تشتغل عليها. طبعاً نحن لسه ما عم نحكي عن مجالات أصلاً الموجودة بالإيكولوجيا، نحن كتير بحاجة مثل مجال الكيتيكي مثلاً. نحن بحاجة فعلاً لناس تكون فهمانة بالمنصات الشرفية تبنية. فأنت مثلاً بتقول مثلاً بتطلع أنت مثلاً على دولة أوروبية أو دولة أمريكا الشمالية إنه واو، عندهم تشارك سيارات، عندهم حكومة مفتوحة، عندهم كل هالقصص ما ممكن تكون ممكنة إلا لما وجود أصلاً ناس بيشتغلوا فيها وبيعرفوا فيها. فنحن مثل ما قلنا بوكيتيكي عم نحاول نساوي الأساسيات تبعيت الويب. إذا أنت حابب تفوت بهذا المجال أو أنت لسه فايت بالأساسيات وحابب تكمل، حيكون في مجال قدام بمساحات العمل. الناس الأعضاء والكيلوجيا بدهم حيحاولوا يشاركوا خبراتهم معك. فأنت شو ما كان وضعك، أنت في مجال قدامك لأنه أنت تشتغل. المهم إنه أنت يكون عندك مبادرة، أنت عندك مشروع، سواء أنت بدك تساوي مجموعة، سواء أنت بدك تساوي مجتمع، سواء أنت بدك تساوي مشروع، سواء شو ما كان أنت خاطر ببالك، خلونا نفكر سوا شو ممكن نحن نساوي. وهي نحن الهاكرز، هي عندنا هاكر سبيس ليوم واحد. خلونا فعلا، هل نحن مجتمع ايجابي؟ هل نحن مجتمع مبادر؟ هل نحن مجتمع قادر فعلا انه يستفيد من الموارد؟ يعني في حال توفير موارد موجوده، هل هو مجتمع قادر فعلا يبني شيء ويشتغل على شيء؟ هذا هو بحقيقه هذا السؤال اللي نحن لازم نجاوب عليه. طبعا ذكرت موضوع انه تعرف اذا عندك مشروع تشاركي او يعني مثلا كمثال، شو قصدي مشروع تشاركي؟ مثلا سوينا نحن مثلا ويكي، مثلا صار في وكيات بكل الكليات، نوعين يعني عدد من الكليات. فلما سوينا هالوكيات هذا مشروع تشاركي، فانه انت جبنا العالم وعرفناهم واشتغلنا عليهم. هذا بالحقيقه نمط شكل من اشكال المبادرات. انت ممكن يكون عندك فكره تشاركيه معينه بدك تطبقها بمجال معين، بدك العالم تجمع معلومات حول موضوع معين. في كثير افكار ممكن تكون موجوده. هلا نحن قدامنا فرصه انه نقدر نشتغل على المسألة. هلا حيكون مثل ما قلنا، حيكون في مجموعه على الفيسبوك حنساويها اسمها كلاج هاكر سبيس. انت بكل بساطه عندك مبادره بتكتبها وبتشوف مين بالعالم بده يجي، في عالم بس تجاوب معك. مجرد ما يصير في عندك شويه تجاوب وشويه ناس متحمسين يشاركوا معك، حيصير في عندنا حننزل كل اسبوع برنامج بكل شيء يوم الاربعاء، مو يوم السبت خلينا نسميه، فيوم الاربعاء حننزل برنامج اسبوعي انه شو في عندنا بالهاكر سبيس تبعنا لهذا اليوم. فانتوا حرصوا انه انتوا تكونوا لازم انتوا تكونوا بالبرنامج هاكر سبيس الاسبوع الجاي. حاولوا تفكروا شو ممكن نساوي. بالاضافه انه انتوا نفكر بالاضافه انه نفكر كيف نفعل الناس حوالينا وننشر الفكره للناس الاخرين لسه ما دري بالموضوع. انتوا اول ناس تدريتوا بمفاجاتين، فلازم تنشروا هالافكار هي ونساعد فعلا انه نخلي العالم ترجع تبادر. لانه في كثير عالم عندها خوف من المبادره، عندها خوف انه انا بدي اعطي، ليش لا؟ هلا الفكره انه في حال نجحنا، طبعا ايه في شغل وقت ننجح، ايه تمام وقت ننجح ان شاء الله. اوكي قبل بس هلا الفكره انه حيكون نحن كمان حنحاول نطبق نظام عضويه مبسط كثير. هلا هو هذا النظام العضوي انه بتقول انه على شو، يعني شو في هلا حتى يصير نظام عضوي؟ هو الفكره انه هذا شيء معنوي فينا نعتبره، انه اظهر فيه من خلال التزامنا بالفكره وشغفنا لها وحبنا لها. لاي شيء ممكن تحكي عن نظام عضوي؟ هلا من هاكر سبيس هذا كان يكون في نظام عضوي بيكون مقسم لطبقات. هي اساسا بالهاكر سبيس بيكون في اشتراكات مصاري، بس اكيد بالمرحله التدريبيه خاصه هلا ما في ادوات ما فينا نطبق. هي طبعا الهدف منها يكون ربحي بيد بقدر ما يكون هو لتشغيل المكان وتطويره وجيب ادوات جديده له. هلا تجريبيا نحن نساوي النظام عضوي في استماره،
هو بس مشان ينمي روح الانتماء لانه نساهم انه المكان ينمو وينجح بنفس الوقت. هلا قسمنا لأضويتين. الأضوية الأولى اللي هي الافتراضية اللي مسجل بيكون فيها هي اسمها عضو متابع. أنت متى ما كنت عضو متابع بحق لك تستخدم مكان بالوجه اللي بدك اياه، سواء مساحات العمل أو مساحات مفتوحة. هلا الأضوية الثانية هي عضو فعال. وقت أنت بتساوي مبادرة فعالة بتكون بالفعل تفيد المجتمع بأي شكل من الأشكال اللي حكى عنها أمجد، بتصير أنت عضو فعال، فينك تترقى لهي المرتبة في حال أنت حاول تلتزم ويصير عندك مسؤولية وتشارك الفريق العمل المسؤولية اللي مرتبطة فيه. هلا هذا النظام مؤقت طبعا باعتبار ما في أدوات، ما فينا نحط اشتراكات حاليا، فلذلك وقت تصير بالمرحلة المستقرة بيكون في نظام ثاني متشارك فيه جميعا أعضاء هاكر سبيس اللي بحب يسجل بياناته بس باسم رقم الجوال والايميل فيه والاهتمامات اللي بحب يخبرنا عنها ونبني باسمه. طول الوقت هلا ما تقصر. هلا الفكره برجع للنقطه اللي قالها ان شاء الله لما ننجح. نحن بحاجه فعلا هلا خلال المرحله انه نثبت نجاح الهاكاثون. مثل ما قلنا انه هذا الشيء نحن بدنا اهم نقطه نحن كنا يعني هذه النقطه نحن ننتقل لها فيها بويكيلوجيا انه نتحمل المسؤوليه، يكون تحمل جماعي للمسؤوليه. انه انت تشعر انه انت هذا الهاكر سبيس هو شيء لك، شيء انت بتشارك مسؤوليه صنعه وانت بتتحمل جزء من المسؤوليه في حال نجاحه او في حال لا سمح الله ما نجح، بس اكيد ان شاء الله ما بصير. فالفكره هي انه نحن بحاجه بهي الفتره خلال هالفتره هل تقريبا خلينا نقول قبل الصيف بنحاول نثبت اكبر نجاح ممكن للهاكر سبيس حتى فعلا نحن نقدر ممكن ناخذ خطوه جريئه اكبر جريئه اكثر. هلا كان في احد يعني اشرح بعض السيناريوهات الممكن. تخيلوا مثلا نحن نساي محاضره بمدرج جامعه دمشق الكبير ونساي نطرش بوسترات بكل الكليات حتى خارج الكليات، ويكون نحن عندنا مثلا مكان دائم، يكون عندنا صار 3D printer لسه تجهيزات اكثر واكثر، يكون عندنا مجتمعات نشطه، مو يجوا على الهاكر سبيس يجوا يلاقوا عالم ما حدا جاي. يكون عندنا مجتمع نشط، نشاطات اصلا موجوده، ناس مبادرين اصلا موجود، ويصير اصلا عندنا نظام عضويه كامل، وشلون هن عندهم مثلا رايس بريدج عندهم دوكرس عندهم ثقافتهم الخاصه فيها، نحن فعلا يصير عندنا نكمل. طبعا نحن عندنا ثقافتنا الخاصه بس نحن نكمل بناء ويصير المجتمع متبني إلى اكثر. الحقيقة نحن هذا اللي بحاجة له لحتى فعلا نقدر نخطو الخطوة الأكبر. فهلأ عمليا المسؤولية صار خلينا نقول إنه الفاب لاب صار حلم كتير قريب على فكرة. الشيء الفاصل بيناته أنا بس بقول لكم مثال. تخيلوا إنه هدول الناس اللي حكيت عنهم اسمهم جيمسي، تخيلوا هن اشتغلوا من الصفر وحطوا على كيك ستارتر حملة جمع تبرعات، جابوا 20,000 دولار لهاكر سبيس بغداد، هن بلشين من الصفر. هن حتى إذا بتطلعوا صورة يمكن عددهم أقل من عددنا هلا. فالفكرة وين هي؟ إنه يعني إنه نحن إن شاء الله ممكن إذا أثبتنا فعاليتنا وأثبتنا جدارتنا وأثبتنا إيماننا بفكرة، عن جد في أبواب كثير كبيرة متاحة لنا، ممكن نحن نستفيد منها أكثر وأكثر. وهذا الشيء فعلاً نحن لازم نضايقكم كثير، بدون ما أوصف. وهذا الشيء نحن بحاجه له كثير ببلدنا مثل ما لاحظتوا، لانه نحن للاسف مثل ما لاحظتوا عندنا ثقافه، عندنا ضعف بثقافه المبادره، ضعف بالتعليم، عندنا ضعف بكثير مجالات، فالهاكر سبيس هو نقطه بدايه كثير مهمه لحتى نسعد شيء، ونحن طموحنا انه اذا ان شاء الله لما ننجح، لما ننجح انه فعلا نساوي هاكر سبيس بدمشق، يكون فيها مجتمع نشط، يكون فيها ادوات حلوه، طموحنا فعلا انه نصير مو في تيد اكس كذا نحن نساوي كيلوجيا اكس وكيلوجيا اكس اليبو وكيلوجيا اكس حمص مثلا. فعلا في ناس جمهور من 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 كثير منهم انه متحمسين ان شاء الله بس لتتحسن الظروف انه هن يبلشوا كيلوجيا بمدنهم وقراهم. فالفكره انه عن جد تخيلوا انه يصير في عندنا شبكه من الناس اللي عم تشتغل بكل سوريا وكلياتهم مجتمع نشيط في عنده كل الادوات المتاحه تلزمه وعم يقدر يغير واقعه. وحتى ممكن هي كل وكيلوجيا اكس مثلا بمدينه معينه احنا ممكن بالتعاون مع جهات معينه
مثلا الجمعيه اللي هلا هي عم تدعمنا انه نأمن مكان انه شلون نحن صار في عندنا مكان مثلا بدمشق حتى هن يساووا هاكر سبيسات بمدنهم. فبالحقيقه هي كثير تحدي كثير كبير. مثل ما قلت لكم انه العائق نحن بالعاده لما كنا نفكر بعائق معين انه شو العائق؟ انه يلا اعطيني مليونين ليره وبساوي لك اكشن. لا، العائق مو بالمصاري او بالتجهيزات. العائق هو فعلا انه نقدر نبني مجتمع. وتخيلوا مثلا انه هي احد الاحلام مثلا عم تخيلها انه بس لننجح مثلا بتجربتنا بدمشق انه نساوي حمله على كيك ستارتر والله بنقول لهم اعطونا شي 100,000 دولار نساوي شي 5 هاكر سبيسات بخمس سنوات. هذا الشيء عن جد حقيقه ممكن. يعني انتم تخيلوا انه ناس ولا شيء لسه ما مبلشين شيء قدروا يحصلوا على دعم يساوي هيك شيء، فكيف نحن اذا قدرنا ننجح تجربتنا ونحن قدامنا كل الوسائل متاحه؟ فعن جد عن جد عن جد طموحنا انه يصير عندنا نشر كيلوجا بكل سوريا وربما اذا قدرنا خارج سوريا كمان لسه شيء اروع كمان. فعن جد هذا الشيء حلم كثير كبير ومسؤوليه كمان، مو بس حلم، مسؤوليه كثير كبيره علينا كلنا. نتمنى منكم انه انتم تشاركونا تحمل هاي المسؤوليه ونشارك لسه ناس اكثر. مرت يعني قصدي بصراحه مرت ناس اكثر معنا بتحمل هذا الحلم اللي يعني فعلا نحن بحاجه له. في شيء اكثر؟ لا، ما في شيء. شكرا كثير.